بسم الله الرحمن الرحيم، حتكلم على موضوع مهم جدا. ركزوا معي اليوم على موضوع مهم، البايكورنا فاريدي. عاوزين نعرف سويا ايش معنى بايكورنا فاريدي، الديفينيشنز حقها. حنتكلم على اليوم على تو ديزيز ينتموا او المسبب لهم فيروسات من البايكورنا فاريدي، اللي هي كومن كولد والبوليوميلايتس. كالعادة زي ما اتفقنا في كلا التو ديزيز حنتكلم على الديفينيشنز والستراكشر والباثوجينيسيس واللابداغانوسيس والتريتمنت والبريفنشن، وفي النهاية زي ما اتفقنا حنعمل تقييم لأنفسنا إن شاء الله عز وجل. من الأشياء اللي اتفقنا عليها زمان إنه الار ان اي، اليوم خلاص احنا حنبدأ في ار ان اي. اتفقنا إنه يا يكون معنا سنجل ستراندد ار ان اي، يا يكون معنا دبل ستراندد ار ان اي، يا يكون معنا سيجمنتد ار ان اي. فلان الار ان اي له ثلاث صور، يا يكون سنجل ستراندد، يا يكون دبل والدبل ذرير، يا يكون سيجمنتد يعني اكثر من قطعه من الار ان اي. طيب اتفقنا زمان كمان ان الار ان اي ذا الريبليكيشن حقه يحصل في السيتوبلازم، وبالتالي الانكلوجن باديز حتكون فين؟ السيتوبلازم. جميل، هذه زي ما انتم شايفين الانكلوجن بادي حتكون في السيتوبلازم. الامر الاخر اللي اتفقنا عليه انه في الار ان اي لما يكون سنجل ستراندد ار ان اي، يا يكون بوزيتيف سنس يا يكون نيجاتيف سنس. البوزيتيف سنس زي ما اتفقنا ده على طول بي اكت از ماسنجر ار ان اي، وبالتالي اكيد الريبليكيشنز ده حيحصل حقه الفاست ريبليكيشن بسرعه، لانه جاهز اول ما يدخل الرايبوسومز حتبدا تطلع البروتينات. لكن النيجاتيف سنس اتفقنا انه لا ما يقدرش، ده عاوز انزيم عشان يحوله الى بوزيتيف سنس، وبالتالي البوزيتيف سنس ده حيشتغل از ماسنجر ار ان اي، وبالتالي ده عاوز وقت، وبالتالي حيحصل سلو ريبليكيشن. الامر الاخر الكلاسيفيكيشن، انا حاعطي اليوم كلاسيفيكيشن للار ان اي، لكن مطلوب منا في اخر حديثنا على الار ان اي ان احنا نوجد كل جروب حتوجد اذر كلاسيفيكيشن. سهل جدا، وانا حاعطيكم الان المؤشرات لهذا النيو كلاسيفيكيشن. انا قسمتها، وممكن في تقسيمات اخرى طبعا، انا قسمتها كالاتي. نقسم الار ان اي ذول كلهم الى اللي هم البوزيتيف سنس والنيجاتيف سنس. البوزيتيف سنس في نيكد يعني نون انفلوب، والنون انفلوب ذا تجمعهم كلمه، طبعا كلهم ايكوسا هيدرال نيكد وكلهم ايكوسا هيدرال، وتجمعهم كلمه اسمها بي سي ار. ايش البي سي ار؟ ما عرفتوا عنها؟ بي سي ار لا، هي اختصارها طبعا مش بوليمريزيشن رياكشن، لكن اختصارها كلمه بي سي ار بس عشان ابسط الامور. اول واحد البايكورنا فاريدي اللي حنتكلم عليها اليوم بي. الامر الثاني الكلاسي فاريدي اثنين، والثالثة اللي هي ريو فاريدي، بس هذه عيبها ريو فاريدي انها دبل ستراندد وليست سنجل ستراندد. اذا اول امر في التقسيم فيري سمبل، كل ما في الموضوع انه قسمنا البوزيتيف سنس اللي هم نيكد واللي هم كلهم ايكوسا هيدرال الى بي سي ار، وقلنا ان اول حرف في البي اسمه بايكورنا فاريدي، والسي اسمه كلاسي فاريدي، والار ريو فاريدي، بس الريو فاريدي دي دبل ستراندد ار ان اي. جميل، طيب تعالوا نشوف في البوزيتيف سنس اللي هم الانفلوبد. فالانفلوب دول انفلوبد اساسا، وكمان ايكوسا هيدرال، وفيهم جمعناهم في كلمه سميناها تي سي ار، مش بي سي ار، معنى تي سي ار، بس خلينا فوقهم كمان حرف اسمه اف، فقلنا عليهم انهم كذا اف تي سي ار، اف وتي سي ار. تعالوا نشوف الاول حرف الاف. الاف اختصار الفلافي فاريدي. فلافي فاريدي خذنا فيها عضو احنا سويا ذات السي، اكيد الفلافي الاشهر على فكره الان الفلافي فاريدي حن فيها عده فيروسات. الامر الاخر التي توغا فاريدي، والسي كورنا فاريدي، بس الكورنا فاريدي ما هيش ايكوسا هيدرال، هي هيليكال، وذلك لويناها باللون الاحمر، الشكل حقها هيليكال، والبقية كلهم إيكوسا هيدرال. وآخر واحدة اللي هي الآر الريترو فاريدي، الريترو فاريدي اللي هي فيها فيروس ال HIV. إذن ببساطة موضوع بسيط جدا،
قسمنا الـ RNA إلى positive sense و negative sense. الـ positive sense في naked وفي enveloped. الـ naked كلهم إيكوساهيدرال وجمعناهم في كلمة اسمها PCR. البي الأول اسمها بايكورنافريدي. السي كالسيفريدي. والآر ريوفريدي. بس هي دبل ستراند. جميل. الـ enveloped كمان هي إيكوساهيدرال و وجمعناهم في كلمة اسمها تي سي ار بس ضفنا عليها اف تي سي ار. الاف الاول اختصار لكلمة لعائلة فلافي فريدي، والثانية اختصار لتي توغا فريدي، والسي للكورونا فريدي بس الكورونا فريدي هيليكال، واخر واحدة اللي هي الار ريترو فريدي. تعالوا نشوف الان هذا كله خلص، تعالوا نشوف اللي هي النيجاتيف سنس. والنيجاتيف سنس كلهم انفلوبد، يعني ما فيش معنى نيجاتيف سنس نيكد، وده سهل على الموضوع. فتعالوا نشوف، طبعا كلهم ايكوساهيدرال هيليكال، اسف ما فيش ايكوساهيدرال، كلهم هيليكال. الموضوع الحلو اللي فيها جمعناهم في كلمه اسمها الاوبرا. اوبرا اوبرا جمعناهم في كلمه اوبرا. تعالوا نشوف الاو. الاو اختصار كلمة ارثو مكسو فريدي. اهي. طبعا بعدين اف بي. اذا جمعناهم في كلمة اسمها اوبرا. وبعد الاوبرا بس اوبرا اف بي. الاول الاو هو اختصار لعائلة شهيرة جدا اسمها ارثو مكسو فريدي. الاكسو مرثو فريدي اللي هي فيها الانفلونزا فيروس. بس لونها باللون الاحمر لانه ذا الجينوم حقها او النيوكليك اسيد سيجمنتد، فخليناها انه كاركترز. ومن هنا اعطي اكثر قصدي لتفكيركم انكم تفكروا ان احنا نعمل نيو كلاسيفيكيشن لهذه الاشارات اللي اعطيها، انه ذا حق السمول النيوكليك اسيد ذا سيجمنتد. اذا الاوبرا البي اختصار بارا موكسي فريدي، طبعا دي اللي فيها المامز وفيها الميزلز، ذول اللي نسميهم بارا موكسي فريدي. الار رابيدو فريدي اللي فيها الريبز فيروس. رابيدو فريدي ريبز يا سواء ده الكلب يا. والاي ارينا فريدي، في طبعا دي مش هناخدها. ارينا فريدي فيها فيروس اسمه الهندا فيروس، من ضمن الفيروسات الشهيره اللي فيها. والاف فيها فليفو فريدي. فليفو فريدي لو تسمعوا على الايبولا فيروس، ايبولا والمربرج، دول من ضمن الاشياء اللي في عائله الفلو فريدي. البونيا فريدي من العائلات اللي مش حنتعرض لها، بس البونيا فريدي كمان هي عائله مشهوره في العائلات الريفتاليا. طيب الان الكلاسيفيكيشن ده اصبح الان سهل بالنسبه لكم، خلنا نراجعه اخر مراجعه ونخلص منه، بس نراجعه بالمقلوب. احنا اتفقنا ان في معنا بوزيتيف سنس ار ان اي ونيجاتيف سنس. حنبدا بالنيجاتيف سنس. النيجاتيف سنس دي كلهم انفلوبد وكلهم هيليكال، وجمعناهم في كلمه اسمها اف بي. الاو اختصار كلمه اورثو مكسو فريدي، والبي بارا مكسو فريدي، والار رابدو فريدي، والاي ارينا فريدي، وبعدين زي ما قلنا اف بي فالفو فريدي، وكمان بونيا فريدي. وبعد كده ننتقل الى البوزيتيف سنس، وقلنا انه في معانا نيكد وفي انفلوبد. النيكد كلهم ايكوساهيدرال وجمعناهم في كلمه بي سي ار. بايكورنا فريدي، كالسي فريدي، بس الريو ايش؟ دبل ستراندد. اللي هم البوزيتيف سنس لكنهم انفلوبد وايكوساهيدرال جمعناهم في كلمه تي سي ار بس طلعنا فوقها اف. الاف اختصار فلافي فريدي، توغا فريدي. يا سلام، تمام ما شاء الله. طيب تعالوا الان اليوم المجموعه الاولى البايكورنا فريدي ديفينيشنز حقها. طيب الان لو سمحتوا اشتيكم تقولوا لي ايش البايكورنا فريدي المواصفات حقها. نيكد سنجل ستراندد بوزيتيف سنس. ممتاز. اذا هي اولا اختصار العائله دي بيكو وار ان اي. مش البيكو وحده قياس بعدها، فهمتوا؟ بيكو 10 اس ناقص 15.
فهي متناهية في الصغر، وذاك سموها لأنها صغيرة جدا سموها بيكو وآر إن إيه، بس إحنا ننطقها نقول عليها بايكورنا فريدي، وهي أساسا بيكو وآر إن إيه، لأنها فيري سمول سايز، حقها السايز من 25 إلى 30 نانومتر، فهي صغيرة جدا وبالتالي نقول عليها بايكورنا فريدي. طيب أكيد نيكد اتفقنا على هذا الموضوع، أكيد بوزيتيف سنس متفقين على هذا الموضوع، وأكيد إيكوسا هايدرال هذه أخذناها من الكلاسيفيكيشن. طيب هذه العائلة الكبيرة اللي هي بايكورنا فريدي اللي هي فيري سمول سايز كمان نقسمها التقسيم الآتي، في رينو فيروس واحد فقط فيها عائلة اسمها رينو فيروس وده اللي بيعمل كومن كولد وحنتكلم عليه اليوم، وفيها انتيرو فيروس عدد كبير، أول واحد في الانتيرو فيروس البوليو فيروس ومنه ثلاثة أنواع بوليو 1 بوليو 2 بوليو 3 وحنتكلم عليه كمان اليوم. الأمر الآخر فيها كمان كوكساكي فيروس، وفي كوكساكي A وفي كوكساكي B، كوكساكي A منهم 24 سيرو تايب والبي منهم 6 سيرو تايب، بعد كذا فيها الإيكو فيروس منهم 33 نوع، وبعد كذا فيها الانتيرو فيروس من الآن حديثا من 68 إلى 116، بس رقم 72 مش موجود. ليش مش موجود 72 اللي بينهم من 68 إلى 116؟ رقم 72 مش موجود لأنهم راحوا عملوه هو الهيباتايتس اي فيروس، وراحوا عملوه مش اتفقنا انه في جينس اسمه هيباتو فيروس ويسموه زمان الاسم القديم حقه انتيرو فيروس 72 هو الهيباتايتس اي فيروس وذا خلصناه. ولذلك لو تتذكروا في محاضرة الهيباتايتس اي قلنا انه بينتمي لعائلة البايكورنا فيروسز، وبالتالي اكيد هو ناكد، وبالتالي اكيد هو بوزيتيف سنس، وبالتاكيد هو ايكوسا هايدرال. وفي حاجه اخيره يسموها الافثو فايروسز، هي تصيب الانيمالز يوجوالي، لكن الكونتاكت مع الانيمالز دي ينقل الديزيز، فحنتكلم عليها بريفلي ان شاء الله. ده بالنسبه للكلاسيفيكيشن لكل البايكورنا فريدي. تعالوا نشوف الآن ندخل في الموضوع الأساسي حقنا اللي هو الرينو فيروسس اللي بيعمل كومن كولد. حنشوف الديفينيشنز حقه، حنشوف كيف يحصل ما هو الكوزاتيف ايجنتس والباثوجينيسيس واللاب دياجنوسيس والتريتمنت والبريفنشن. إذا الرينو فيروسس حيعمل ديزيز اسمه كومن كولد، تمام. ما هو الكومن كولد الديفينيشنز حقه؟ هو عبارة عن انفلاميشن في النيزل مايكوزا يوجوالي كوزد باي رينو فيروسس. وخذ المعلومة هذه الآتية، 80% من الكومن كولد اللي نتعرض لها سببها رينو فيروسس. إذا 80% من الكومن كولد السبب المباشر حقها رينو فيروسس. إذا تعريفه ببساطة هو انفلاميشن وتارجت حقه فقط في النيزل مايكوزا. هذا الانفلاميشن يوجوالي حيكون كوزد باي الرينو فيروسس، وقلنا 80% من الكومن كولد سببها الرينو فيروسس. طيب الرينو فيروسس ده الكوزاتيف ايجنت حقه أكيد الرينو فيروس، هو بينتمي لعائلة البايكورنا فيروسس. الآن حديثا في أكثر من 150 نوع من الرينو فيروس، وهذا اللي يفسر لنا إنه الانفكشن على طول بتستمر. واحد جاله كومن كولد بعد أسبوع أسبوعين جاله كومن كولد مرة ثانية، لأنه لو جاء كومن كولد تايب 1 وبعدها جاء بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر كومن كولد تايب 2 حيحصل له انفكشن، فذا يفسر إنه الريبيتد انفكشن للكومن كولد. طيب اذا تكلمنا الكوزاتيف ايجنت هو عباره عن رينو فيروسس ومعنا 150 اكثر من 150 نوع، وهذا يفسر الريبيتد انفكشن بالكومن كولد، وانه هذا الرينو فيروسس اساسا يتبع عائله البايكورنا فيروس او بايكورنا فريدي. اكيد زي ما قلنا الار ان اي ذا بوزيتيف سنس، اكيد نيكد، واكيد كمان ايكوسا هيدرال. جميل، تعالوا نشوف الباثوجينيسيس حقه كيف بيحصل الكومن كولد. الباثوجينيسيس اول شيء المود اوف ترانسميشن بالدروبلتس، واحد مهمه جدا دروبلتس، واحد عنده كومن كولد حيعمل سنيزنج حيطلع الانفكشن حيعدي شخص اخر. اثنين كيسنج له دور كبير في نقل الانفكشن. النقطه الثالثه واللي هي نقول عليها اندايركت اللي هي كروسل او ثرو الهاند، واحد تعرف للاسف في عادات سيئه لما يعطس واحد على يده فيروح يسلم على واحد ثاني فنقل الانفكشن له، والثاني ذا مجرد انه يمسك انفه حينقل الانفكشن. غير كذا السيرفيسز دي لو حصل ان الفيروس عطس واحد وظل موجود في السيرفيس حيظل عايش فتره طويله
ساعات طويلة ممكن ينقل الانفكشن. فهذا المود اوف ترانسميشن. طيب بعد المود اوف ترانسميشن كيف حيحصل انه يحصل عندنا مانيفستيشن للكومن كولد؟ اول امر انه حيحصل ما نسميها اللي انه يحصل الانتري بالطريقة اللي قلناها. طيب كيف يحصل انه الباثوجينيسيس؟ اول نقطة انه يحصل انه بالمود اوف ترانسميشن عبر النيزل مايكوزا. النقطة الثانية يحصل ما نسميها بالاتاتشمنت. الفيروس له سبيسيفيك ريسبتورز على النيزل مايكوزا فيحصل الاتاتشمنت او يحصل ما نسميه بالادزوربشن. بعد كذا يحصل المالتيبليكيشن. مش الفيروس ده حيتكاثر داخل الابيثيليال سيل حق النيزل مايكوزا، حيبدا يتكاثر. الفيروس ده نيكد صح، كيف يخرج؟ رابتشر. هذا الرابتشر اللي يحصل هو اللي يؤدي لنا للسنيزنج ويؤدي الى الراني نوز، المين كاركترز للكومن كولد. بعدها طبعا مش الفيروس ده لو ما يخرج حصل له رابتشر الاميون سيستم حيتعرف عليه، حيبدا يتكون له سكريتري اي جي اي والانترفيرون لنفس التايبز ده، بس دول مش حيستمروا لفتره طويله لانها لوكال الاميونيتي هنا لوكال وليس سيستميك، فحتستمر لفتره قصيره تحمي الشخص ده من اي اذر انفكشن لنفس السيروتايبس. هذه الباثوجينيسيس زي ما قلنا هي اللي حتؤدي الى السنيزنج وحتؤدي الى الراني نوز وفي نيزل كونجيشن، لكن اكيد نو فيفر ونو هيديك، كلها سوبرفيشال كلها لوكال. طيب كيف نعمل له لاب دايجنوسيس؟ كلينيكالي يوجوالي شخص اي واحد حتى الشخص العام يقول لك هذا عنده نزله برد او عنده كومن كولد. طيب التريتمنت ما فيش اي تريتمنت سبيسيفيك تريتمنت، لكن يعطوا دائما للنيزل كونجيشن يعطوه الاتروفين ويعطوه فقط لاربع ايام ما يزيدش عن 5 ايام. ليش؟ لانه لو زاد حيعمل اتروفي في الخلايا، فذاك ما نعطيش فوق 4 ايام. الامر الاخر اهم شيء البريفنشن، كيف نعمل بريفنشن له؟ اكيد نوصي دائما بالناس انهم ياخذوا اشياء ساخنه، اكيد مرق. الامر الاخر الفيتامين سي، وعملوا هناك دراسه شوفوا ايش جابوا ناس فولنتيرز وقسموهم مجموعتين وعرضوهم المجموعتين عرضوهم للكومن كولد فيروس، واعطوا مجموعه فيتامين سي ومجموعه ما اعطوهاش، فشافوا انه اللي اعطوا مجموعه فيتامين سي ما منعش الانفكشن لكنه عمل ريديوسنج للمانيفستيشنز. ولذلك سبحان الله حكمة الله عز وجل، لما دائما يجي في فصل الشتاء نشوف البرتقال يجي في فصل الشتاء، انه ده حيعمل حتى لو واحد تعرض للكومن كولد حيحصل ريديوسنج للمانيفستيشنز. اكيد لابد وحنميز عليها ان شاء الله في المحاضرة اللي بعد القادمة لما نتكلم عن الأورثوماكسو فاريدي اللي هي فيها الانفلونزا، انه الانفلونزا اكيد حتكون وورس مور ذان الكومن كولد، حنتكلم عليها بالتفصيل. يعني في الكومن كولد حاجه بسيطه، لكن الانفلونزا اللي هي الحاجه الاخطر وحنتكلم عليها ان شاء الله. طيب الان السؤال لكم، جيف ريزون ريبيتد انفكشن باي كومن كولد. حل واحد تفضل، هو نفسه الانتيجينيك فاريشن مور ذان 150. يعني بمعنى انه ما تكون سيستميك وتستمر لفتره بسيطه معينه فقط. شباب تفضل. ياو لا ما جهاز مناعي معنا ميموري. طيب لانه اساسا هي سوبر فيشل لوكال ما فيهاش سيستميك اميونيتي عشان يظل الاي جي جي يظل على فتره طويله. والامر الثاني زي ما تفضلتوا انه اكثر من 150 نوع، هذان العاملان حيؤدوا الى انه يحصل ريبيتد انفكشن بالكومن كولد. طيب عفوا اكيد ترانسميشن ايزي، بس لو هي عدت عبر الدم ممكن تكون المناعه تكون اطول بالنسبه لها، لانه حيتكون اي جي جي والاي جي جي ده حيؤدي الى مناعه اطول. طيب تعالوا الان الموضوع المهم جدا اللي هو البوليومالايتس. في فيروس اسمه بوليو فيروس، في منه 3 سيروتايبس 1 و2 و3 يؤدي الى ديزيز اسمه بوليومالايتس. حنتكلم على الديفينيشنز حقه، حنتكلم على الكوزيتيف ايجنت باثوجينيسيس واللاب دياجنوسيس والتريتمنت. التريتمنت ما للاسف ما في، لكن حنتكلم على ايش اللي ممكن يتعمل والبريفنشن. طيب
جاي الكلمة أساساً poliomyelitis من polio معناها gray والmyelitis معناها inflammation في spinal cord، لأنه بيصيب gray matter في spinal cord في anterior horn cell، فمن هنا سمي لأنه بيصيب gray matter فسمي poliomyelitis. طيب الديفينيشنز حقه ايش هو هذا البوليوميلايتس؟ هو عباره عن فيروس، الفيروس ده بيعمل ديستراكشن للموتور نيرونز ان سباينال كورد. لو ما يعمل ديستراكشن في الموتور نيرون في السباينال كورد يؤدي الى فليسيد باراليسيس. اذا كل ما في الموضوع انه فيروس بيصيب السنترال نيرفس سيستم وبيصيب يوجوالي بيصيب خليه نسميها انتيريور هورن سيل فيؤدي الى فليسيد باراليسيس، يعني شلل مرتخي رخو، شلل رخو. هذا الديفينيشنز حقه. الامر اللي يقود الناس انه كيف ممكن نعمل اريديكيشن لهذا الفيروس، انه حلو فيه انه فقط الهيومن اونلي الريزرفوار، ما فيش فيه اذر ريزرفوار في الانيمالز. الكوزاتيف ايجنت زي ما اتفقنا هو كوزد باي بوليو فيروس للثري سيرو تايبز 1 و 2 و 3. طبعا اكيد ذا عباره عن البوليو فيروس حتعملوا منتمي للبايكورنا بريدي وللانتيرو فيروس. طيب السؤال لكم الان، انتيرو فيروس المود اوف ترانسميشن مش اورال، انتبه فيكال اورال ما يجيش اورال، فيكال اورال. وما تنسوش تتذكروا قلنا قاعده زمان انه نان انفلوب نيكد، فبالتالي ده حيعدي على الجي اي تي ومش حيحصل له اي. إذا ده بوزيتيف سينس ار ان اي كمان نيكد وكمان ايكوسا هايدرال. طيب اكيد الايثر والديترجنت ايش ريزيستنت، اكيد البي اتش ريزيستنت. ولذلك احنا قلنا للقاعده اللي قلناها انه كل النيكد فيروسز لو حتعمل اي ديزيز عبر الجي اي تي حتكون نيكد، دي القاعده اللي اتفقنا عليها زمان. طيب الباثوجينيسيس تعالوا نشوفها خطوه خطوه، ركزوا معي فيها لو سمحتوا ممكن نتناقش فيها. ركزوا، انا كنت عامل كيس على فكره على بس ما للاسف ما تصورتش، لكن ممكن اعطيكم اياها تحلوها فيما بعد ان شاء الله. طيب باثوجينيسيس، الباثوجينيسيس اولا في نوعين من الـ من الـ من التارجت للبوليوميلايتس، في حاجه بنسميها سباينال بوليو وفي حاجه بنسميها البالبر بوليو. السباينال ده بيصيب الانتيريور هورن سيل وبالتالي بيؤدي الى فليسيد باراليسيس، هذا بيصيب كمان الافكت البرين ستيم وبيؤدي الى فليسيد باراليسيس لكنه ذا فيتال. ليش؟ لانه ذا حق البرين ستيم هو الريسبونسبل على الريسبيراتوري والكارديوفاسكولار وكل السنتر حق الفيتال ساينس، فبالتالي حيكون فيتال. طيب تعالوا نشوف الباثوجينيسيس خطوه خطوه. فيكال اورال روت لهنا كويس، بعد الفكرة الروت ذا حيروح للاستومك مش حيحصل له أي شيء، مش حيحصل له بالبي اتش مش حيتأثر خالص. الأمر الآخر منها حيروح الانتستين وحيروح في الميزنتريك والباير باتشز وبعدين حيعدي عبر اللمف نود إلى البلد، حيعدي إلى البلد ومن ضمنها من وهو في الانتستين حينزل للستول. فالبلد ده زي ما اتفقنا حنسميه فيريميا. من البلد حيعدي البلد برين باريرز وعبر حيوصل للسنترال نيرفس سيستم وحيصيب الانتير يوجوالي حيصيب الانتيريور هورن سيل. ولما يصيب الانتيريور هورن سيل طبعا او قلنا حتى يصيب كمان البرين ستيم، هذه كلها هي مرتبطه باللور موتور نيرون ليجنز، فكل هذه حتؤدي الى فليسيد باراليسيس. وذلك لو قلنا لو في اصابه للابر موتور حيؤدي الى سباستيك باراليسيس، انه شلل متشنج، لكن هنا حيكون شلل رخو. طبعا ما دام ضرب الانتيريور هورن سيل اذا هي اللي بتعمل سبلاي بالنسبه للنيرف اللي بتعمل سبلاي للمسلز، فبالتالي حيحصل ما نسميه بالمسل اتروفي، حيحصل المسل اتروفي. فدي المود اوف ترانسميشن حقه. في نقطه مهمه جدا، الذباب له دور كبير في نقل الانفكشن زي ما قلنا، موجود في الستول وخاصه في المجتمعات اللي ما فيهاش جود هايجين حتكون احتماليه ان الستول ذا يهبط ويتحمل ويقلع ويروح على اغذيه مكشوفه ويطرح حموله البوليو فيروس. طبعا تقريبا 14 دايز اللي هي الانكوبيشن بيريد لين يحصل هذا المتوسط 14 يوم.
زي ما اتفقنا دي اللي هي الريسبونسبل او بتعمل سبلاي للمصل هيحصل ديستراكشن للاساسا للانتيريور هورن سيل، فبالتالي ما عاد فيش النيرف اللي بتوصل للمصل، ومن هنا هيحصل ما نسميها بالفليسيد باراليسيس. طيب في حاجه ممكن تحدث باثوجينيسيس اخر يحدث لكن ما هو شرير لكنه ممكن يحدث، انه في كالورال روت على طول في مالتيبليكيشن في التونسلز، ومن التونسل على طول حيروح للبلد، ومن البلد الى السنترال نيرف سيستم زي ما قلنا يصيب الانتيريور هورن سيل، وبالتالي يحصل مصل اتروفي ويحصل ما نسميه بالفليسيد باراليسيس. الامر المهم جدا من ضمن المين كاركترز له انه الانتاكت سنسيشن، الشخص ده خلاص ما يقدرش يحرك مثلا الليجز حقه، لكن لما تجي باي تعمل سنسيشن للذا يشعر بالضبط. صحيح ذي انتاكت بالنسبه للسنسيشن. طيب هذا الباثوجينيسيس له ستيجز، له ديفرنت ستيجز. الستيج الاول اللي نسميه الان ابيرنت اور اسيمبتوماتيك، كيف يحصل؟ يحصل الاتي، انه ينتقل الفيروس، ركزوا معي نقطه مهمه، فيكل اور روت وينتقل زي ما قلنا للاستومك وينزل يواصل المسيره حقه والى الستول وخلاص، وما حصلش اي مشكله خالص، ولا عاد كمل المسيره دي حقه خالص. ومن هنا نجي نقول دي نسميها asymptomatic or inapparent infection، يعني انه انتهى الفيروس بالستول وانتهى الموضوع وما عاد كملش الى البلد وغيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه في الستيجز انه يحصل حاجه بنسميها abortive infection. كيف تتم؟ نفس الوضع، fecal oral route، ومن الفيكال اور روت الى الاستومك، ومنها الى الباير باتشز والى الليمف نود، وحيروح للبلد، والبلد تحدث المانيفيستيشنز حق اي فيروس او اي انفكشن اللي في فيفر وفي ملايز وستوب الى هنا، وذلك من هنا سماه ابورتيف. احدى الاسباب يقولون قد تكون في انتي باديز عملت ابورتيف للفيروس ده وما عاد خلتوش يواصل الى السنترال نيرفس سيستم، اجهض الفيروس هنا ما عاد كملش المسيره حقه. الامر الاخر ممكن الستيج الاخر انه يعمل اسيبتيك مننجايتس، انه يواصل الفيروس ده بنفس الطريقه في الاورال روت ويواصل عبر الاستومك وينزل في الستول وبعدين عبر الباير باتشز ويروح الى الليمف نود ويروح الى البلد، وقلنا يعمل فايريميا ويروح للمننجيز ويعمل مننجايتس، ولانها كوزد باي الفيروس نسميها اسيبتيك مننجايتس. جميل. مصيبتنا في الوضع الرابع، انه يعمل حاجه بنسميها باراليتيك بوليومالايتس، وهذا فقط واحد في الالف او واحد في المئه، واحد في الالف او واحد في المئه اللي هيحصل عندهم الديزيز ده. فشوفوا ايش اللي هيحصل. فيك الاورال روت وراح زي ما قلنا للاستومك وعبر الانتستين نزل للستول وباير باتشز وليمف نود والبلد، وبعدين عدى عبر البلد برين بارير ووصل الى الانتيريور هورن سيل. زي ما قلنا الذباب له دور في نقل الانفكشن، ومن هنا حيحصل وانس انه عمل ديستراكشن في الانتيريور هورن سيل حيؤدي الى فليسيد باراليسيس، وبالتالي المصل اتروفي. دي احدى الصور للبوليومالايتس، زي ما انتم شايفين كيف لما يحصل ديستراكشن في الانتيريور هورن سيل، وحيكون المصل دي حيحصل لها مصل اتروفي. هو عدد كبير في العالم عندهم البوليومالايتس. على فكره احنا بنركز انه بتصيب التشايلد، لكن ممكن يصيب الكبار، لكن احنا نقول ليش التشايلد هم اكثر عرضه؟ لانه بطبيعتهم كاطفال اكثر عرضه باللعب بالستول وما الى ذلك بعكس الكبير. تفضل. هل طبيعه الشلل الرباعي ولا فقط الاطراف السفليه؟ الاطراف السفليه يوشوالي الليجز وكل الامور طبيعيه تكون فيه. بس في جاء طور اخر الان حديثا، جاء طور اخر يسموه البوست بوليومالايتس سندروم. هذا الطور الاخير اللي جاء حديثا، ايش قالوا ذا؟ اكتشفوا الناس اللي عندهم بوليومالايتس، قد عنده بوليومالايتس، انه بعد 20 سنه وعنده بوليومالايتس يفاجئوا ان عنده تزداد المسل ويكنس، وكمان يزداد الاتروفي، يعني يحصل ديكريز في السايز. فوجدوها، ولذلك حتى بحان يقولوا انه قد كان يمشي على عكاز بعدين ما عاد يقدرش من كثر هذا التدهور اللي حصل، وزي ما انتم شايفين حيروح بعدين على عربيه. دي من ضمن الاشياء اللي جات انه ما نسميها بالبوست بوليومالايتس سندروم، ودي ما بتحدثش الا بعد 20 اكثر من 20 سنه من الشخص لما ينصاب بالبوليومالايتس. ما انون
ما همش عارفين السبب بالضبط، هل لأنه المسلز دي لها فترة طويلة خلاص ما عاد فيش أي إمبالس جاية من النرف، ومن كثر هذا الانقطاع الطويل حصل ديكريز في السايس، وكمان حصل الوكنس، ما فيش الباثوجينيسيس أو الميكانيزم الصحيحة. طيب لاب دياغنوسيس، فيري سيمبل لاب دياغنوسيس حقه، لكنه مهم جدا. ممكن هنا لاقود الإلكتروميكروسكوب هنا مهم جدا، مهم، ونشوف من احنا مش قلنا انه كمان يحصل له مالتيبليكيشن في التونسلز، فممكن يحصل بالعينه ناخذ ايش ثروت سواب، او قلنا انه كمان نشوفه من الباثوجينيسيس ينزل في الستول ناخذ عينه ستول ونشوفها تحت الميكروسكوب ونشوف صفات البوليو فيروس موجود فيه. لكن زي ما قلنا للاسف ما هوش الروتين. الامر الاخر ممكن نعمل البي سي ار، وهنا نسميه ار تي بي سي ار لانه ار ان ايه، فنروح ناخذ من نفس العينتين الثروت سواب والستول ونشوف هل النيوكليك اسيد الخاص بالبوليو فيروس اللي هو تايب 1 تايب 2 تايب 3 موجود ولا لا. هذه النقطه الثانيه في الدياجنوستس. النقطه اللي بيفضلوها حقيقه وهي ما هيش روتين لكن مهمه، انه يعملوا كلشر، تيشو كلشر يعملوا له، والتيشو كلشر يشخصوه باكثر من طريقه. احنا مش اتفقنا زمان واحنا في التيشو كلشر انه واحده من المين كاركتر او السايتوباثوجينيك افكت انه يحصل دي اتاتشمنت، فيشوفوا انه حصل دي اتاتشمنت انه يعمل كيلينج الخلايا فيحصل دي اتاتشمنت. الموضوع الاخر انه يشوف النيوتراليزيشن. مش قلنا طريقه من طرق ان احنا كيف نعمل ديتكشن للسايتوباثوجينيك افكت ان احنا نعمل بالنيوتراليزيشن؟ يعني ايش؟ هذه كلشر نمل فيها الفيروس، انا مش عارف انه هو بوليو ولا مش بوليو، صحيح شاكك، فاروح اجيب انتي بودي سبيسيفيك للثري سيروتايب واحطها في نيو كلشر واجيب الفيروس، مش هيحصل النمو اللي نما هنا. ليش؟ لان الانتي بودي عملت نيترولايزيشن. يعملوا بالاميون فلوريسنت، حتى ممكن يعملوا بالبي سي ار من التيشو كلشر، يعملوها بي سي ار من التيشو كلشر، وذي مهمه جدا عشان نشخص انه حصل بوليوميلايتس، لانها طبعا دي كارثه انه يحصل في اي بلد البوليوميلايتس. انقل اي جي جي وخلي الطفل ذا 7 ايام واخذ العينه الثانيه، لو طلع رايزنج تتر يعني طلع هنا 100 مثلا 101 على 160 وطلع هنا 1 على 620، اذا في حصل رايزنج تتر، نقول واحده من الدياجنوسيس للبوليو فيروس. التريتمنت للاسف الديزيز ذا انكيربل، ما له تريتمنت خالص. اذا حصل الديزيز ما عاد في اي تريتمنت خالص، لكن الحلو فيه انه في بريفنشن له، في بريفنشن. البريفنشنز اللي هو عبر الفاكسينز، في 2 علماء وهم حصلوا جائزة نوبل الاثنين، واحد اسمه سولك واحد اسمه سابين. السولك من اسمه مش في حقه كي كيلد الفاكسينز كيلد اهو، اذا كيلد فاكسينز، وهذا السابين هو اتنويتد فاكسينز. اتنويتد يعني ايش؟ طبعا ما دام كيلد حيتاخذ بالانجكشن، وهنا لانه اتنويتد حيتاخذ بالاورال. طبعا احنا كلنا الدول هذه كلنا الدول ناخذ اللي احنا ناخذ الاورال، ناخذ الاورال فاكسينز. طيب اول امر ان السولك فاكسين حيعمل ستيموليشن فقط للاي جي جي، صح ولا لا؟ حيعمل ستيموليشن للاي جي جي، اذا السولك حيعمل ستيموليشن للاي جي جي، وده منطقي لانه تاخذ بالانجكشن. لكن السابين فاكسينز حيعمل ستيموليشن للبوث سيكيورتي اي جي اي والاي جي جي. ليش؟ لانه مشى بنفس الطريق الباثوجينيسيس حق الديزيز، فاول ما يوصل الاتنويتد فاير الفاكسينز الى الانتستين حيحصل برودكشن للسيكيورتي اي جي اي. الامر الاخر ده انه حيعمل السولك فاكسين حيعمل فقط بريفنت للباراليتيك بوليوميلايتس، يعني هو حيعمل فقط للباراليتيك، لكن هنا حيعمل للبوث الباراليتيك والنن باراليتيك، لانه مشى بنفس سكه المرض. في حاجه مهمه جدا بالنسبه للسولك يسموه نو هيرد اميونيتي، يعني ايش؟ طيب تعالوا نشوفها عشان نعرفها. هنا السابين يقولوا يعمل هيرد اميونيتي، كيف؟ لما يجوا يلقحوا يروحوا يشوفوا الاطفال، يشوفوا اكثر واحد شقي بين الاطفال يلقحوه هو، ركز معي، ولما يلقحوه هو خلاص ضمن انه حيلقح الناس كلهم، كيف؟ لانه شقي وحينزل في الستول، وحينزل في الستول الفاكسينز، اسف الفيروس حينزل في الستول، فلو ما ينزل في الستول كل المحيطين به هم يلعبوا وهو شقي كلهم
حيتلقحوا كلهم. ومن هنا سموه بيعطي هيرد اميونيتي، كان هيرد معناها قطيع، انه كانه القطيع اللي يلعبوا معه كله حيعملهم فاكسينيشن. ولذلك يقولوا من ميزاته انه لما نعطيه وفي اطفال كثيري الحركه وهم بيلعبوا مع الاطفال حياخذوا الفاكسينز الاطفال حتى لو ما تلقحوش وحياخذوا الفاكسينز. ده بالنسبه للهيرد اميونيتي. طبعا بالتاكيد الانجكشن ده سيف، لكن ده السبين فاكسين ما هوش سيف، وبالتالي ما يعطاش للميونوكومبرمايز، ما يعطاهمش خالص اطلاقا بالنسبه للسابين فاكسينز. طيب في بريكوشنز للاورال فاكسين اللي هو سابين فاكسين لابد تكون اخذينها في الاعتبار. اول بريكوشنز اللي هو درجه حراره لابد تكون ينحفظ بها، لابد في بروده خاصة للفاكسينز. فايش اللي يحدث؟ تعرف لو في مناطق حارة، وتعرف احنا في البلدان هذه نعلن عن الفاكسينز اعلان انه الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الاطفال، فيجوا الناس طوابير عشان يلقحوا. فايش اللي يحصل؟ يحصل انهم يخرجوا الفاكسين من الثلاجة ويحطوه على البنش، بعد يمكن فترة ربع ساعة نص ساعة الفاكسين ذا حيكتسب حرارة الغرفة، صحيح، وبالتالي حيفقد قيمته تماما، وبالتالي لما نلقح به ما عدلوش اي فايده خالص. ومن هنا من ضمن الاشياء المهمه انه لما يخرجوه يحطوا قالب فيه ثلج او حتى بيكر وفيه ماء وفيه ثلج، بحيث انه يحتفظ يعملوا الاورال ويرجعوه مره ثانيه حتى يظل الانبوبه ذي او البوتلز ذي محتفظه بالدرجه الحراره المطلوبه. هذه النقطه الاولى في البروكوشنز. النقطه الثانيه انترفيرنس وذ الانتستين، ناقشناها طويلا، انه اذا دخل الفيروس في خليه اهو، الخليه ذي تروح تعمل يافطه عليها تقول انا خلاص قفلنا، لو جاء فيروس ثاني مش حيدخل خالص. يعني ايش؟ يوجوالي الانفانتس اور تشايلد بيحصل لهم دياريا باكثر من فيروس. فايش اللي يحصل؟ يحصل انه الاب هذا او الام معه ابنه او بنته ومنتظر في طابور عريض، يوصل لعند اللي حيعطيه اللقاح، فاللي يسأله يقول له الطفل عنده اسهال، لا مسكين، يقول له ايوه، يقول له خلاص ما فيش تلقيح، روح لو ما يخف الاسهال ارجع مره ثانيه. فالراجل مقهور وهو خارج عند الناس سمعوا اذا قال لكم في اسهال قول ولا عنده اي اسهال عشان يعطيكم اللقاح. فيروح الناس، يجي واحد من الثانيين ابنه ما شاء الله يعني عنده اسهال ما شاء الله، فيسأله عندك اسهال؟ لا ما عندي اسهال خالص. فيروح يعطيه الفاكسين، الفاكسين ذا يوزلس ما لهش معنى خالص، لانه اساسا يوجوالي ان الطفل ذا عنده اذر انتيرو فيروس عمل الدياريا، فلو ما اخذ الفاكسين وهو لايف اتنويتد ما دخلش في الخليه فخرج مع الاسطول، وبالتالي ما كانه ما اخذش الفاكسين. ها؟ نشيل لقحوه هو، طبعا هذا ميونيتي. ان شاء الله نشيل لقحوه. يعني انت عجبتك الهيرد اميونيتي، يعني نشيل لقح الرجال اول وبعدين هو يعمل هيرد اميونيتي. بس في نقطه مهمه كويسه انه ذكرها، الهيرد اميونيتي ما معناها؟ معناها انه لو ما يدخل الفيروس، ركزوا معي نقطه مهمه اللي قالها، لو ما يدخل الفيروس داخل الخلايا يحصل له ملتبليكيشن وينزل في الاسطول. دحين ما عاد حصلش، نزل على طول، ما عاد حصلش الملتبليكيشن للفيروس، فاحنا عاوزينه يدخل داخل الخليه عشان يحصل له الملتبليكيشن وبعدين ينزل. طيب هذه نقطة مهمة من ضمن البريكوشنز الأساسية في الأخذ الفاكسينز. أكيد من ضمن الأشياء المهمة جدا دائما نجي نقول للأم لما تأخذ اللقاح ما تعمليش بريست فيدينج على طول، تنتظر لها. ليش تنتظر؟ لأنه قد يكون في البريست فيدينج في أنتي باديز هي متلقحة للبوليو فيروس. فتخيلوا إحنا عطينا الفاكسين وهي رضعته، فالأنتي بادي عملت نيترولايزيشن، فما عاد خلتش الفاكسينز ده يتاخذ بالخلايا. دي من ضمن البروكوشنز المهمه في انه ما يحصلش على طول بريست فيدنج بعد اللقاح. الامر الاخر انه هذا ممكن يعمل زي ما قلنا، يعمل، ودي نقطه خطيره، ممكن يعمل باراليتيك ديزيز الفاكسين ده اللي سابين، خاصه في الاميون كومبرمايزد بيشنت. وبالتالي اي طفل اميون كومبرمايزد بيشنت نروح نحوله الى السولك فاكسينز. طيب السؤال الاول تفضلوا، الاكسرسايز الاول كومبير بتوين السابين اند سولك فاكسين، معكم 5 دقائق كل جروب لوحدهم، تفضلوا سلموا لي الورقه.
طيب ركزوا معي، الاكسرسايز هذا سهل. طيب النقطة اللي جاوبتوا عليها قولوا لي انكم جاوبتوا عليها. بريفنت الديزيز، كلاهم ما حد جاوب على هذه. اكيد انه يمنع الديزيز الاثنين. طيب جميل. طيب واحد تايب اوف فاكسين اتنويتد كلب. تمام شباب، انديوز الاي جي جي اكيد السابين وال صحيح. شباب اللي وراء السكرتري اي جي اي يس نو. هيرد اميونيتي يس نو. بريفنت ريبليكيشن ان ذا جات نو. هنا يس. انتيرو فيروس امبايرد الاميونايزيشن. طيب ريكوايرد ريفريجيريتور. طيب الروت اوف ادمنستريشن انجكشن الاورال. كوز ديزيز ان اميونو كومبرومايز يس نو. يوزد ان يمن احد احنا بنستخدم اكيد السابين فاكسينز. طيب في حاجه كمان هنا بريفنت هذا بريفنت النم بارامتريك وال. طيب طيب لو سمحتوا خلوني اقرا لكم الشباب اللي وراء، خلوني اقرا لكم الكيس للاسف اللي ما صورتها، حقرا لكم واشوف بجاوبوا عليها ولا لا. انا بترجمها لكم وانتم اكتبوها وحاعطيكم اياها ورق ان شاء الله بعدين. طيب ركزوا معي، في واحد اسمه ياسر الكاسر عمره 14 سنة كل يوم يروح المدرسة ويأكل من أصحاب الأطعمة المكشوفة، وفي يوم من الأيام وهو مروح البيت بدأ يشعر بفيفر وهيدك سور ثروت، وبعد طبعا بدأوا أهله أعطوه أنتي بايوتكس اعتبر قالوا أنه ذي انفكشن، لكنه شعر أنه كويس، لكن بعد 2 days ما عاد قدرش يحرك حقه الرجل من فوق السرير، لو ما جاء يقوم ما عاد قدرش يحرك رجله. طيب كمان كل الفانكشن بالنسبة للآذر كلها نورمالز، والسنسيشن حقه كمان في النورمالز. His parents took him to the emergency room، أخذوه إلى الطوارئ، وبعد ما أخذ الهيستوري الدكتور طلب له بعض الفحوصات، وبعد ما ظهرت النتائج بعد عدة أيام أخبر أبوه وأمه أن ابنكم عنده flaccid paralysis، عنده poliomyelitis. السؤال الأول، what are the tests that requested by the doctor؟ صحيح هنا PCR كلشر مهمة جدا، هنا نقطة مهمة. طيب الاكسبكتيشن حتظهر اكيد، ما دام اكسبكتيشن حتظهر الريزلتس دي بوزيتيف. الامر الاخر الكوز حق الفليسيت باراليسيس ايش؟ 1 2 3 الله فجري الديزيز نسميه بوليمالايتس. السكيم للباثوجينيسيس فيروس انتو عارفينه. ايوه لا لا خلاص الان بالاسئله الان. شوفوا احنا بعد العيد. طيب تفضل حاضر. صح في حاله الكيس هذه مش معنا انكوبيشن فيلير. صحيح هذا اللي كان السؤال، ركزوا معي شباب، السؤال اللي كان المفروض ينسال الانكوبيشن بيريود ضروري تكون موجوده في الكيس دي. كم الانكوبيشن بيريود؟ وهذه من ضمن الاسئله اللي كانت موجوده، كم الانكوبيشن بيريود اللي كان المفروض تكون موجود؟ الى 21 دايز بس احنا نقول متوسط 14. جاهزين؟ جاهز يا هشام، فين نبدا؟ ركزوا معي اللي وراء. الاجابه تعتمد برفع الايدي الجميع. بوليو فيروس كوز باراليسيس اوف فولنتري ماسلز ات ريبليكيت ان ذا فولوينج سايتس تونسلز. جميل. تاير باتشز انتيريور هورن سيل
فالانتري ماسلز. اذا كان هو بيسيب الانتريور هورنسل رحت تقولوا على الباير باتشز وعلى ذا والانتريور هورنسل ايش تسوي؟ هو التارجت اساسا فيها، هو حيحصل ريبليكيشن، حيحصل ديستراكشن. ما شاء الله واللي هنا هذا الامام روحتهم يلا اليوم. يلا فرصتكم فرصتكم. بوليوميلايتس از ا ديزيز كوزد باي بوليو فيروس 1. جميل. بوليو فيروس 2 رائع. بوليو فيروس 3 انتيرو فيروس 72 اكيد. ثلاثه سابين فاكسين has the following advantages. انه it protects local immunity in the gut. ايوه ما هي بروتكس اللوكال اميونيتي، يعني هو انديوز اللوكال اميونيتي. تمام. ات باس ان ستول بروديوسينج هيرد اميونيتي. ات سوتبل فور اميون ديفيشنت. لا ات جيفن ايزلي باي اورال روت. اكيد ثلاثه صح. برافو عليكم. سولك فاكسينز هاز ذا فولوينج ادفانتجز. It protects or induces local immunity in the gut. It pass in stool producing herd immunity. It's suitable for immune deficient. It prevent non-paralytic poliomyelitis. أكيد فقط هو إنه suitable فقط للimmune deficient. All of the following statements are true regarding poliovirus. أورا واحدة بطلع واحدة ثنتين. It transmitted by fecal oral route. There is a single serotype. Live attenuated vaccine is protected. Asymptomatic infection are common. هذا common اليوم هذا لا. أكيد common. طيب لا اليوم مسيطرين صراحة. Why polio virus not eradicated from the world. ليش ما قدرناش نعمله eradicated? Weak vaccination. Genetic variation. Inability to vaccine some countries. يعني ما يقدرش الفاكسين يعملوا some countries. يعملوا covering. ما لكم اليوم أصحابنا؟ Unsafe vaccination. أكيد الجينيتك variation وأنه مش قادرين يعملوا covering لكل الكونتريز. وبالتالي ما حصلش إيريديكيشن للفيروس ده. What are the futures of the Picorna viruses family? A family of small viruses. Includes the polyvirus. Includes hepatitis A virus. And includes the rhinoviruses. مالك هذا ما يجاوبوش هذا لا كلها صحيحة. مش هو أساس الهيباتيتس سي بينتمي لعائلة البايكورنا؟ أي ما يجاوبوش. البايكورنا فريدي has a positive stranded RNA. What does it mean? RNA needs enzyme to act as a messenger RNA. Virus carry RNA transcriptase. RNA act as a messenger RNA. Virus released by budding. أكيد RNA act as a messenger RNA. The common cold usually caused by influenza virus, rhinovirus, coronaviruses, polio virus. أكيد rhinovirus. Usually. ها؟ usually. آخر سؤال وبتكونوا انتم المسيطرين. البوليو البوليو always cause paralysis in the infected individuals. False. How true? كيف false. Good false. لأنه عيد فكلكم متعادلين. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.